تحسنت أوضاع ذوي الإعاقة في العالم العربي مع اقتراب 2022 من نهايته. نقطة حوار بعد قليل. أيًا كان المسمى الذي تختاره لتعريف ذاتك إذا كنت من بينهم أو لتعريفهم إذا لم تكن، فيوم 3 ديسمبر يوم مميز، اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ذوي الاحتياجات الخاصة، ذوي الهمم، مرة أخرى أيًا كان المسمى الذي ستختاره وتستحسنه. هذا اليوم فرصة للوقوف على بعض الحقائق ومحاولة الإخلاص لتغييرها. 80% من أصل مليار شخص من ذوي الإعاقة يعيشون في البلدان النامية. ذوو الإعاقة أكثر فقراً وأقل حظاً فيما يتعلق بالحالة الصحية وبالإنجازات التعليمية وفرص العمل. الأطفال من ذوي الإعاقة أكثر عرضة للعنف 4 أضعاف أقرانهم. وما يخصنا في منطقتنا العربية، بالإضافة إلى كل ما سبق، أن 2% فقط من العرب أبلغوا عن إصابتهم بإعاقة ما. اليوم نستمع إلى قصصهم، نجاحاتهم وإخفاقاتهم، وكيف كانت تلك الإخفاقات أحياناً كثيرة سبباً لما تلاها من نجاحات. فهل تحسنت أوضاع ذوي الإعاقة في العالم العربي مع اقتراب 2022 من نهايته؟ هذه نقطة حوار جديدة، أنا محمد عبد الحميد، وسائل الاتصال هي المعتادة على الهاتف 00-44-20-38-75-2989، على bbcarabic.com، صفحات البرنامج في فيسبوك وتويتر، أو صفحة الشخصية على تويتر @mabdulhamidbbc. إطلالة سريعة جدا على بعض المشاركات التي جاءتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتلقينا بالفعل الكثير من الآراء المختلفة، من بينها ما قاله لنا بارق البكري الذي يشخص سبب تردي أوضاع ذوي الإعاقة في العراق على وجه التحديد. بارق يقول إن الفساد الحكومي وعدم تفعيل القوانين الخاصة بهذه الشريحة أديا إلى ضياع حقوقها وعدم تقديم الرعاية الخاصة لها. أما وصال فتمضي الأخرى تقريبا في ذات الاتجاه، وتعلل لنا صعوبة تحسين أوضاع ذوي الإعاقة في المنطقة العربية. وصال تقول إن المكان الوحيد الذي يصعب فيه تحسين أوضاع ذوي الإعاقة هو الدول العربية، وفقا لوصال، لأنها تعتبر الطفل المعاق فرضا سالبا على الأسرة وعلى المجتمع. هكذا ترى وصال، ولها رأي في حديث اليوم، وهناك آراء أخرى كثيرة سنتعرف عليها في حديثنا. سنحاول كثيرا أن نبحث في حالات بعينها ونسمع القصة من أفواهكم أنتم، من يواجه الإعاقة في العالم العربي، ما أبرز الصعوبات التي يواجهونها وكيف يتغلبوا عليها. مع بالفعل العديد من القصص، وأنا متشوق جدا أن نستمع وأنقل لكم أغلبها. بداية أرحب بالأستاذ سلمان وابنه داود، شيماء وآية ومحمد، دكتور يوسف وزوجته الأستاذة خديجة، ولاحقا أبنائهم حلا وإبراهيم، وأيضا إيمان معي، جميعهم على تقنية الزوم، بالإضافة إلى ضيوف آخرين لاحقا. ودكتور يوسف أبدأ مع حضرتك. أولا منورنا في نقطة حوار، وسعيد أني سأستمع إلى جزء من قصة حضرتك و زوجتك الأستاذة خديجة، وأيضا حلا وإبراهيم. ما أعلموا عن القصة بإيجاز؟ حلا ما شاء الله 13 سنة وإبراهيم 11، وكلاهما مصاب بما يعرف بالعظم الزجاجي. أنت تنقلت بالفعل من دولة إلى أخرى. أولا ما حالتهم تحديدا؟ ما الذي يعنيه العظم الزجاجي وكيف هي إعاقة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء اسمحوا لي أن أشكر قناة البي بي سي على اهتمامها بهذه الشريحة الحقيقة المهضوم حقها في المجتمعات بصورة عامة، وبالتالي يعني نطلب من الدول ومن المنظمات المجتمع المدني الاهتمام بها بصورة أفضل بكثير. بداية عندما رزقت بحالة، الأطباء لم يستطيعوا تحديد هذا المرض، نوعية هذا المرض، ف
فهو مرض نادر أغلبه وراثي، يأتي الطفل ومصاب بما يسمى بنقص مادة الكولاجين في العظم، فيحتاج إلى عمليات خاصة وأدوية خاصة وعلاجات خاصة في طبعا ضمن الدول العربية أو معظم الدول العربية لا يوجد مثل هذه العلاجات، كلها كنت أتي بها بعد أن تم اكتشافها من قبل طبيب يمني كان قادما من دولة المجر في أوروبا، فاستطاع تحديد المرض، والمجر عندها مستشفى خاص بهذا المرض وكان يعمل به، فاكتشف الحالة ومنذ تلك اللحظة أرشدنا إلى العلاج، فطلبت منه وحالة ومن وإبراهيم كلاهما نفس الحالة بالضبط يا دكتور يوسف. كلاهما نفس الحالة بالضبط، لكن حالة يساعدها وزنها أو جسمها النحيف يساعدها على الحركة بصورة أفضل، إبراهيم كونه صحته أكبر فبالتالي حركته هذا الصحة هذه تعيق الحركة بشكل كبير جدا، فنحن عندما اكتشفنا هذا المرض أتينا بالأدوية والعلاجات من أوروبا، الحقيقة كانت غالية تكلفنا الكثير، يعني الإبرة الواحدة بحدود $300، حضرتك ذكرت واستطعنا تأمين. خلال حديثك نعم تنقل من دولة إلى أخرى واضح، ولذلك سؤالي للأستاذة خديجة أيضا، لأنه التنقل من مكان لمكان أستاذة خديجة ومن دولة إلى أخرى، هل اختلفت الصعوبات اللي واجهتوها عشان تقدروا تتعاملوا مع حالة حلا وإبراهيم؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أشكر قناة البي بي سي على البرنامج الرائع بتاعتها الرائعة. طبعا نحن عندما كنا في اليمن واجهنا نفس الصعوبة، وبعدما أتينا إلى ليبيا نفس الصعوبات. في وجودنا في اليمن لم نحصل له أي علاج أو أدوية، وكذلك لا يوجد أي مراكز مختصة بهذا المرض ترشدنا إلى كيفية التعامل مع هذه الفئة من الأطفال. فالأطفال هم بحاجة لمعاملة خاصة وتعامل خاص، يعني وضع مختلف اختلاف طبيعي كلي وجذري عن الأطفال الطبيعيين، يعني محتاجين لعلاج فيزيائي إضافة لعلاج الأدوية، العقارات، تجي إلى عمليات زرع بلاتين داخل العظم. هذه العمليات هي متوفرة في الوطن العربي، لا في اليمن ولا في ليبيا، لم يختلف لدينا أصعب الوضع. مكان كان فين يا أستاذة خديجة؟ يعني أصعب ظروف معيشية واجهتوها كانت فين؟ والله كانت هون في ليبيا، لأن في اليمن كان في دكتور مختص في مرض الأطفال، أرشدنا هو وضعنا النقاط الأساسية لمرض الأطفال، لكن في ليبيا إلى الآن لم نواجه أي دكتور يمكن يتفهم لمرضهم. يعني إحنا جبنا أتينا بخطة العلاجية من اليمن، وأتينا بالأطباء في ليبيا، يعني تابعوا الأمر كما مشينا في الخطط القديمة، يعني ما مشوا معنا أي خطة جديدة. مجرد أنه أتينا لهم بالإبر وهن مجرد أن يعطوهم إياها كما شو اسمه تماشيا مع الخطط القديمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا سؤالي يوجهنا لحضرتك الاتجاه الصحيح لعلاجهم، وعيننا على إن شاء الله على التربية السليمة. مع دكتور يوسف المنتظر من رحلة العلاج بالنسبة لحلا وإبراهيم، لكن هل في مجال نحكي معهم متواجدين جنبكم حلا وإبراهيم ولا صعب؟ لا لا تفضل تفضل. مرحبا مرحبا، هلا حلا إبراهيم، كيفكم؟ كويس كويسين الحمد لله. كيفكم؟ زي القمر ما شاء الله. حلا عندك كم سنة وإبراهيم كم سنة؟ أنا 13 13 وأنا 11. ما شاء الله، في سنة كام؟ أنا سادسة أها، وأنا رابعة. مين فيكم أشطر من التاني لو ينفع نقارن ولا لا يجوز؟ لا لا يجوز. طيب حلا انتي تكلميني اكتر عن المدرسه، اذا في مجال، واذا كان يعني في صعوبه في التعامل مع المدرسه ولا مجهزه بالنسبه ليكي؟ لا، ما كان في صعوبات أبدا، والأبلات كثير بحبونا والطلاب كثير بحبونا. وبتقدري يعني تتنقلي بسهولة ولا الأمر بيحتاج إنه ماما أو بابا يكونوا معك؟ لا، ما بقدر، ممكن بالبيت، أما برا البيت مستحيل. عشان الكرسي طبعا.
عشان الكرسي. حتى ماما او بابا بيكونوا معاك ولا ما بيروحوش المدرسة معاكي؟ بتكوني لحالك؟ لا بكون لحالي. بتكوني لحالك، يا حلوة. طيب ايه اكتر مادة بتحبيها قبل ما اسيبك يا حلا؟ اكتر مادة بالدراسة بتحبيها اجتماعيات الايه؟ اجتماعيات الاجتماعيات. وابراهيم اجتماعيات الاجتماعيات وابراهيم اكتر مادة رياضيات. الرياضيات. طب ده صعبة، دي صعبة كتير الرياضيات دي، بس شاطر فيها؟ شاطر فيها ولا نص ونص؟ لا هو الأول على المدرسة كلها. يا سيدي ما شاء الله ما شاء الله. ابراهيم، ابراهيم وحلا هرجع لكم مرة تانية، وايضا يمكن نتحدث للدكتور يوسف وزوجته الأستاذة خديجة عشان نعرف الصعوبات اللي بيواجهها ابراهيم وبتواجهها حلا كذلك. لكن ربما ابراهيم وحلا في بداية الطريق لديهم إعاقة بشكل ما، لكن لدينا أمثلة كثيرة في الوطن العربي، بعضها نماذج نجحت بالفعل في كسر الكثير من الصعاب في محاولة التغلب على هذه الإعاقة، ومن بينهم ضيفي عبر خدمة سكايب من الرياض الأستاذ خالد الحربي الإعلامي السعودي، الزميل الأستاذ خالد الحربي. أستاذ خالد مذيع تلفزيوني وإذاعي سعودي كذلك، شارك في تغطية الكثير من المؤتمرات داخل السعودية وخارجها، لكن الطريق أتصور لم يكن سهلا على الإطلاق. أستاذ خالد أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا. طبعا متشرف بوجود حضرتك معايا في نقطة حوار، وخليني أبدأ معاك على طول في الصعوبات التي واجهتك خلال هذه الرحلة الطويلة، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، كي تصبح خالد الحربي الإعلامي السعودي. خلينا نبدأ على المستوى الشخصي الأول، إيه أبرز الصعوبات اللي واجهتك؟ مساء الخير، أول شيء شكرا جزيلا لك، شكرا لبي بي سي على هذه الاستضافة. أنا سعيد ومتشرف بتواجدي معكم في هذه الليلة للحديث أكيد عن هذه القصة اللي مثل ما تفضلت هي في بداية القصة أكيد أنها لم تكن يعني سهلة المنال والطريق كان ممهد، بالعكس هي كانت صعوبات كثيرة، تحديات كثيرة، بحكم اليوم أنه هذا الشخص كفيف يعاني من إعاقة بصرية، وأضف على ذلك أنه هو اليوم حاب يدخل مجال الإعلامي، حاب يكون مذيع في التلفزيون والإذاعة، وما عندنا مذيع رسمي موجود في الإذاعة أو في التلفزيون أكاديمي ومتخصص في هذا المجال على أساس أنه يحتذو أو يحذو بحذوه. فأكيد أنه كانت يعني الصعوبات كثيرة، يعني قبل أن تكون عن نفسي هي كانت عن أقراني، كانت للمسؤولين أنفسهم، اللي كانوا حولي أجمعين في هذا المجال. لكن أنا تحديت هذا الأمر لأنه فعلا المجال الإعلامي هو كان عشق بالنسبة لي منذ الصغر، حبيت هذا المجال، حاولت أني أتعلم، دخلت دورات يعني كثيرة تخصصية في هذا المجال الإعلامي، استكملت دراستي الأكاديمية في هذا المجال في مسار الإذاعة والتلفزيون والفيلم. فيعني هذا الشيء كله الحمد لله يعني أنا حققته لأجل ماذا؟ لأجل أن أكون اليوم مذيع في التلفزيون والإذاعة. اليوم أنا أكيد وأتصور أن حققت حضرتك هذه. لك الحق يا أستاذ خالد أن تفخر كثيرا زي ما احنا كمان فخورين بحضرتك، لكن مرة تانية الله الطريق يسعدك. أكيد ليس سهلا. خلينا نتحدث بلا بشكل شك. واقعي، إعاقة حضرتك هي إعاقة بصرية، في هذه الحالة عندما تختار أن تعمل أو تتخصص في مجال مثل الإعلام مثلا، ما هي الصعوبات التي واجهتك سواء خلال الدراسة أو الحصول على فرصة عمل، حتى ما أبرزها فيما يتعلق بحالتك أنت تحديدا؟ كان في البداية أستاذي الكريم الرفض في الفرصة، فرصة العمل كانت الفرصة ضئيلة جدا، كان الرفض تماما أنه أنت كفيف، لا خلاص ما تصير مذيع لا في الإذاعة ولا في التلفزيون حتى لو كانت عندك الممكنات. لكن أنا رغم هذا الطريق المسدود حاولت أني أكمل دراستي، حاولت أني أدخل في الدورات التخصصية في هذا المجال، لأنه فعلا أنا كنت ألاحظ هذا الرفض يعني في مجال الإعلامي أنه أنت اليوم كفيف، كيف ان انت اليوم تصير مذيع؟ بس فكان كانوا، يعني انا اعتذر حضرتك على المقاطعه، كانوا بيقولوا لك السبب مباشره يعني انت كفيف ما ينفعش تبقى مذيع، ولا كان بيبقى فيه رفض لكن انت تعرف السبب لكن لا يقولوه صراحه؟ البعض كان يرفض بدون ما يذكر سبب انت لكونك كفيف، وفي بعضهم يذكر لانك كفيف لكن يحاول ان يذكر مبررات لهذا الشيء، يقول انت كيف تنظر للكاميرا؟ انت كيف تتواصل مع المخرج؟
ما يدري انه في اليوم تقنيات حديثه كثيره اليوم موجوده في العالم. يا اخي اقلها الايربيز الموجود اللي انت تقدر من خلاله تتواصل مع الكنترول، صح ولا لا؟ طبعا. انت التوجه او مواجهه الكاميرا لك انت من قبل الهواء تطلع يبلغونك اكيد وين الكاميرا، هل يمين هل يسار، وين المكان، امور كثيره انت تقدر ان انت توظفها في هذا المجال بدل الرفض. فهو استاذي الكريم يعني حاولت انا طبعا رغم هذا الرفض اني احاول اني اتجاوز هذه التحديات. في البدايه حاولت اني في المرحله الدراسيه اني اصعد على الستيج في المدرسه، احاول اني اتخطى مرحله الخوف والقلق من الجمهور وهذه الامور. دخلت دورات في كيفيه الالقاء والعرض، كيف انه انت تصنع نفسك اليوم كمذيع ناجح، مهارات الصوت، مخارج الحروف، امور كثيره في هذا المجال. بعد كذا الحمد لله يعني بعد هذه الدورات اللي حصلت عليها وتكوين العلاقات، تكوين العلاقات اعيدها مرتين لانه فعلا كان له دور اني اليوم انطلقت اكيد من خلال اول برنامج عبر التلفزيون، لكن بعد هذا البرنامج كذلك حصل توقف اخر بسبب انه باقي القنوات حتى الان لا تؤمن ايمان تام انه انت اليوم كثيف وتستطيع انه انت تقدم من خلال التلفزيون. وهذه مشكله كبيره جدا يا استاذ خالد، يعني جزء منها مسؤوليه الشخص، وما شاء الله عليك انت تغلبت على هذا الجزء بان انت عديت نفسك، حضرت دورات، لم تستسلم للرفض، وده شيء جيد جدا، اشجع جميع من يتابعنا عليه. لكن بالمقابل هل لدينا دعم كافي؟ هل لدينا قوانين كافية تحفظ لك حقك في المساواة مع أقرانك طالما أنت قادر على أداء الوظيفة؟ بلا شك، بلا شك القوانين أستاذ الكريم هي القوانين موجودة التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العمل، من المعيشة، من محاولة أنه ما يكون أبداً أي تمييز. لكن هو الشيء الوحيد الجانب الإعلامي هو اللي ما شفنا فقط في جانب إتاحة الفرصة للكفيف أنه يكون مذيع فقط، لكن أتحدث مثلا عن القوانين التي حفظت أكيد لهذا الكفيف أو لهذا الشخص اللي عنده إعاقة حفظ حقوقه، محاولة أنه يعطى حقه في مجال التعليم، مجال العمل، الحمد لله هذا الشيء موجود. لكن أنا تحديدا أتحدث عن المجال الإعلامي فقط، هي الفرصة اللي ما زالت ضئيلة في هذا المجال. صعب جدا وتنافسي جدا على الكل، خلينا واضحين. سريعا جدا في 10 ثواني يا أستاذ خالد، ما حلم حضرتك القادم؟ يعني ما الذي تأمله في الفترة القادمة سريعا؟ اللي أطمح له أكيد في الفترة القادمة أنه خالد الحربي يكون أحد المذيعين في الوطن العربي. اليوم قوة ناعمة لما توصل للعالم أجمع أنه هذا شخص مهما كانت عنده إعاقة في البصر إلا أنه اليوم يعني كاريزمته وثقافته والدراسة الأكاديمية اللي عنده في هذا المجال الإعلامي هو يؤهله أن يكون شخص إعلامي ناجح بإذن الله تعالى. كل التوفيق عزيزي خالد، وإن شاء الله حلم سهل تحقيقه بمجهودك وبإعدادك لنفسك وبمؤهلاتك، واضح من غير أي شيء. بإذن الله. شرفتنا بإذن أستاذ خالد. شكرا جزيلا لك. شكرا يا عزيزي، سلام. أستاذ خالد الحربي الإعلامي السعودي كان معي من الرياض. نحن نحاول أن نرصد أشكال مختلفة من الإعاقة، بعضها تحولت إلى دافع للإنجاز وتطوير الذات كما قال لي ضيفي من الرياض، لكن بعض أنواع الإعاقات للأسف لا ندرك عنها أي شيء. من أكثرها ويجب أن نواجهها مرض التوحد. هناك القليل جدا مما نعرفه عن هذا الموضوع خاصة في الوطن العربي، ولذلك شيماء ضيفتي التالية من العراق كان عليها أن تواجه هذا المرض لأن ابنتها آية وابنها محمد كلاهما مصاب به، وكان الانكسارات التي مرت بها والظروف التي مرت بها سبب في محاولتها لإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي لمواجهة تلك الظروف. شيماء مع من العراق وأرحب بها يا شيماء، أهلا وسهلا منورانا. وآية اهلا وسهلا بك ايضا منورانا كذلك على الشاشه في نقطه حوار. كما ذكرت الكثير من الظروف الصعبه، ما فهمته حتى حالات التنمر على ايه ومحمد كانت السبب وراء محاولتك التغلب على ذلك، اخبريني كيف. اهلا وسهلا بكم طبعا، وانا سعيده جدا بوجودي معكم، وشكرا لبي بي سي عربي لاهتمامه بهذه المواضيع. محمد وآية مصابين باضطراب طيف التوحد بنفس الوقت نظر. محمد كفيف نهائيا ما يشوف، لكن آية نسبة النظر عندها 40% بسبب عدم اكتمال نمو قشرة الدماغ.
بسبب عدم الوعي وقلة الثقافة اللي عندنا من العراق وعدم وجود مراكز تأهيلية توعوية وتثقيفية والتدريب، ذول الأطفال ما قدرت أبقى أو أستمر بالمراكز الأهلية لأن هي مكلفة، فاضطريت إنه أنا أعتمد على نفسي وبديت أتابع وأقرأ عن هذا الموضوع وأدخل ورش سواء كانت أونلاين أو إن كانت موجودة داخل العيادات الخاصة بالأطباء أو ذوي الاختصاص. والحمد لله وشكر آية أقول لهم هلا وشكم هلا وشكم. آية عمرها 17 سنة، محمد عمره 11 سنة، بس إن شاء الله تشوفون محمد ومستمرة وقدرت أحقق. أنا أعتبر نفسي سويت إنجاز الحمد لله وشكر. وإحنا كمان نعتبرك سويتي إنجاز بالمناسبة، عشان كده أنا عايزك تركزي عليه، لأنه وفقا لحديث حضرتك أنت لم تستسلمي لفكرة أنه لا يوجد دعم حولك سواء من الدولة أو من منظمات أهلية، فصنعتي أنت الدعم بنفسك. نعم. ماذا فعلت؟ يعني أي أم بتتابعنا الآن يا أستاذة شيماء، من أين تبدأ؟ أي أم في حالة مشابهة من أين تبدأ؟ نعم. أول موضوع إحنا لازم نبدأ بيه، أول شيء أنا أتقبل ابني، أتقبل أودع حالة الانكسار والضعف واليأس اللي إحنا كنا نمر بيها. أول موضوع لازم يصير عندنا إحنا الأهالي حتى نستمد القوة، إنه إحنا نتقبل أطفالنا ونعتبرهم إنهم أطفال مميزين مختلفين، مو نفس الفكرة اللي ناخذها من المجتمع أو ناخذها من أحد ثاني بسبب عدم الوعي وقلة الثقافة. التشخيص الصحيح للطفل، أعرف الدرجة مالته بالضبط، أبدي أشتغل على التدريبات، أشتغل على الغذاء الصحي اللي يخص الطفل. التدريبات كلها ممكن أسويها بالبيت أستاذ، كلها ممكن تطبيقها بالبيت، مجرد أنه تجيب الأدوات اللي أنت تحتاجها على شكل ألعاب، أدوات رياضية، كلها بالإمكان وجودها في داخل المنزل. والتدريبات كلها موجودة على كل مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت على جوجل، على اليوتيوب، أيضا موجودة على شكل PDF. أكثر البرامج كلها أنا بديت أطبقها، بها اللي ينفع محمد ما ينفع آية، وبها اللي ينفع آية ما ينفع محمد، لأن درجة محمد تختلف عن درجة آية. والحمد لله أنه أنا قدرت أنه أخليهم يعتمدون على نفسهم ولو بنسبة 50%. طب حلو ما شاء الله، ويعني نتمنى أن في المستقبل كمان النسبة دي تزيد مع المزيد من التدريبات إذا كان ممكن. يا أستاذ شيماء، استاذ انا هسه محمد اذا اشوفه تقول لي هو مجرد كفيف، حتى تنسى انه هو كفيف، يعني انا مرات انسى انه محمد كفيف او مصاب بالتوحد. محمد 90% السلوكيات اختلفت عنده واختفت 90%، اي اقدر اقول لك 70%، لان اي انا اكتشفت الموضوع عندها متاخر بسبب ما كان عندنا هذا الوعي. اي عمرها 17 سنه، انا احكي لك قبل 12 سنه او قبل 14 سنه ما اعرف شنو هو التوحد، ما عندي اي معلومات، ما امتلك اي ثقافه، ما امتلك اي وعي، ما اعرف انه انا كان عندي فكره التوحد ان الطفل يقعد انعزالي او الشخص يكون انعزالي، ما يحب يكون علاقات، يرفض بس التواصل اكرر مره الاجتماعي. اخرى ان التوحد بالذات يا استاذ شيماء مازال ما نملكه من معلومات عنده ضئيل جدا، لكن واضح انه الباب مفتوح لمن يريد ان يبحث كما ذكرتي. هل نقدر نحكي مع آية او حضرتك على الاقل تخلينا نسمع طبعا صوتها شويه ونعرف آية بتحب ايه؟ التدريبات اللي انتي محملاها عليها دي صعبه ولا سهله؟ آية يقول لك عمو، يقول لك شنو تحبين؟ أحب أغسل المخدر بعد أساعد ماما، أحب أساعد ماما تغسل يعني تحب أغراض، تحب تساعدني بالبيت، يعني كلش تحب هذه الأشياء الفعاليات. شو تسوين؟ أغسل المخدر بعد أغسل الطماطم. الله الله، وبعد شو نسوي؟ ست بيت يعني. أغسل ماما. إيه بالضبط بالضبط، كلش تحب. فأنا هذه المساحة استاذ، انه انت تعطي المساحه، تفتح لهم المجال، هم راح يبدعون، يعني هم اوتوماتيكيا راح يبدعون. كم يعني ساعة انا بدأت تحب الاشياء، كم ساعة يا تحب البنيه، كم ساعة يا آية بتساعدي ماما؟ كم ساعة باليوم بتعرفي، ولا يعني ساعة ساعتين؟ هواية هواية هواية. هواية أكيد فعلا يا أستاذ مستمرة. شيماء هواية ولا بتقولوا خلاص؟ هوايه، لا لا هي هوايه فعلا، انه اذا شافت فنجان قهوه موجود انه هي تروح تغسله، اذا كان صحن موسخ انه هي تروح تنظفه وترجع الاشياء بمكانها. فاكثر الاوقات انا اعتمد عليها. ربنا يخليها لك يا جداً. رب. واحنا عندنا مفاجاه تانية كمان
يعني لاحقا هنشوفها ان محمد ما شاء الله بالرغم من فقدان البصر الا ان هو موهوب جدا حتى في المزيكا، يعني هو بيعزف ما شاء الله كويس جدا. يعني ازاي بدا الموضوع ده وهل كان وسيله فضل. مقطوعه لك خاصه لعمر خيرت. يا سيدي يا سيدي يا سيدي ما شاء الله. المصريين كلهم يحبون عمر خيرت. مظبوط مظبوط طبعا طبعا. ساعدوا موضوع المزيكا ده يا استاذه شيماء ان هو كلش جدا جدا جدا. العلاج بالموسيقى ركوب استاذ هو العلاج بالموسيقى جدا جاب نتيجه مع محمد. آية ركوب الخيل والسباحة جدا غيرت من سلوكياته. هذه الرياضة كلش كلش غيرت من سلوكهم. الجري، السباحة، ركوب الخيل هسه بديت وياهم هسه بالجديد قبل يعني قبل شهرين تقريبا. ما شاء الله أستاذ شيماء، يعني هما يعني أتصور إن هما الاثنين أبطال والبطلة الثالثة حضرتك. القدرة على تطويع الظروف وتطويع التدريب بهذه الطريقة واستغلال حتى الموهبة. محمد سنعود إليه لاحقا، لكن كما قالت لي والدة الأستاذة شيماء هو استغل الفن أو استغل المزيكا للتغلب على بعض الظروف اللي بيمر بها والصعوبات، وهذه ليست المرة الأولى التي نسمع فيها هذه الفكرة، استغلال الفن للخروج من هذه الظروف والتغلب على بعض الإعاقات. هو موضوع حديثي مع ضيفتي من نابلس في فلسطين الأستاذة سهى الخفش، هي مؤسسة ومديرة تنفيذية لمؤسسة فن من القلب، وهي مؤسسة معنية بالأساس بذوي الإعاقة من الأطفال، تعزيز ودمج هؤلاء عن طريق الفن. أستاذ سهى أهلا وسهلا بحضرتك. الفكرة، فكرة فن من القلب، كيف جاءت وكيف أستغل الفن فعلا للتغلب على هذه الظروف؟ مساء الخير وشكرا على الاستضافة، وتحياتي لكم وللمستمعين ولبي بي سي عربي. طبعا إحنا مؤسسة فن من القلب هي من أولى المؤسسات التي تعمل في مجال الفنون والثقافة، وتشجع دمج الأشخاص من ذوي الإعاقة في المشهد الثقافي كحق من حقوقهم، لأنه ممارسة الفن هي قبل أي شيء هي حق. فبندرج تحت هذا الموضوع الفوائد الكبيرة لموضوع الفن في يعني إيصال الفكرة، وكمان في خلق التغيير المجتمعي وفي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة أنفسهم. أجت الفكرة من ملاحظتنا ومن رؤيتنا، أحياناً إحنا في عنا بعض الحالات اللي بتكون حوالينا من العيلة اللي إحنا بنشوف الإعاقة كنموذج حي حقيقي قدامنا، بنشوف إيش هم عم بيعانوا، بنشوف المشاكل الكبيرة اللي بيعانوا منها، وفعلياً ما في حلول متكاملة أو ما في حتى منظومة اللي عم تقدر إنها تقدم بعض الحلول اللي تكون جذرية. فمن هون إحنا فكرنا إنه الأشخاص ذوي الإعاقة هم مش بس بدهم احتياجاتهم المادية الإغاثية، خلينا نقول إحنا كمان بحاجة لمواضيع كتير أخرى روحانية كمان، وكمان موضوع الفن هذا كتير أساس اللي يفتح لهم طريق يعبروا فيه عن آلامهم وعن أحلامهم وعن طموحاتهم. كمان الفن هو بيغير الصورة النمطية اللي بالمجتمع تجاههم، يعني هن مش ناس بيحتاجوا لشفقة، ولا إحنا بنطلع عليهم كعندهم مرض، هم أشخاص من ذوي إعاقة، بنسميها إعاقة لأنه المجتمع حواليهم والبيئة المحيطة فيهم هي التي تعيقهم. فإحنا خلينا نركز على إيش عندهم إمكانيات وفي إيش في عندهم طموح. فمن دي نقطة مهمة جدا، إنه تعزيزهم من خلال الفن بدلا من النظر إليها الجانب الإنساني على أنها إعاقة. أولا أعتذر لحضرتك لأن في تأخر في الصوت بعض الشيء ما بيننا، لكن بدلا من النظر إليها على أنها إعاقة، الجملة اللي حضرتك قلتيها مهمة جدا، إنه ننظر ماذا لديهم من إمكانيات. أنواع الفن اللي أنتم حريصين عليها، هل الطفل حر إن هو يختار أي نوع من الفن يا أستاذة سهى؟ وكررتي أكثر من مرة فكرة تعزيزه ودمجه في المجتمع. إزاي؟ كيف؟ كيف تستطيعي عن طريق الفن أن تدمجي الطفل في المجتمع؟ صحيح.
أكيد لازم إحنا نشتغل يعني بتخصص بهذا الموضوع. طبعا هو مجال الفن مجال مفتوح، وهن بإمكانهم يمارسوا الفنون بأي طريقة هن بحسوا حالهم بيقدروا يعبروا فيها، لكن لازم نكون واعيين لموضوع إنه اختلاف الحالات والاحتياجات أحيانا تفرض نوع معين من طبيعة الفنون اللي بيقدر الشخص إنه يمارسها. فعلى سبيل المثال الإعاقات الذهنية، أنا بعرف إنه تحديدا موضوع التوحد، وأنا اسمح لي أوجه تحية كبيرة للأخت شيماء من العراق ونموذج شغلها مع بنتها آية اللي هو رائع جدا. الأمهات والأهل هم الدليل الأساسي لقدرات أولادهم، هن بيقدروا يوجهوهم ويعرفوا بالضبط وين بيروحوا. فإحنا ما بنقدر نقول إنه أي حدا بيجي بس بيشتغل عشوائيا بالفن. إحنا كمختصين بنستخدم الفنون للتوجيه كمان ولإبراز القدرات، بنكون عنا تقييم معين هم وين في نقاط معينة هن في إلها قوة عندهم. فأحياناً الأشخاص من ذوي التوحد تحديداً اضطراب طيف التوحد هم في فئة منهم اللي هي متميزة جداً ومبدعين، اللي هم بنسميهم الأسبرجر، اللي عادة كانوا مبدعين، وعندنا نماذج كبيرة من التاريخ، مثلا في بيتهوفن اللي هو كان عازف أصم، موزارت اللي كان كمان موسيقي، طه حسين اللي هو من ذوي الإعاقة البصرية الكاتب الأديب. فإحنا يعني بدي أرجع لموضوع التوحد، التوحد فيه إمكانيات كتير كبيرة بما أنه كنا نحكي عن هذا الموضوع، فبنفتح المجال بإشراف معين من أخصائيين وخبراء اللي بيقدروا يتعاملوا كمان مع الأشخاص من ذوي التوحد ونحطهم بالطريق اللي هم فعلا هن بيقدروا يشتغلوا فيه ويبدعوا ويثبتوا حالهم. كذلك الأمر بالنسبة للإعاقات الذهنية المختلفة، يعني إحنا لما بدينا مؤسستنا بنابلس كان في شوية نوع من الاستغراب إنه أنتوا عم تحكوا بالفنون، شو الفنون بدها تعمل؟ الشاب ولا البنت ولا الطفل اللي عنده متلازمة داون هو بده علاج، هو بده مراكز علاج وظيفي؟ إحنا قلنا لهم أنتوا رح تشوفوا نماذج من الشغل كيف رح يجمع الفن فيها العلاج الوظيفي والتواصل والثقة بالنفس، ورح نكسر كمان الصورة النمطية لما هذا الطفل أو الطالب اللي هو عم بيجي بيمارس فن معين، مثلا الرسم على الزجاج أو بيقدر إنه يعمل لوحات فنية تعبيرية، هو فعليا عم بيحكي عن حاله بصوته وبثقة وعم بيوصل هذا الصوت للناس، فهو كمان الفن هو مناصرة لقضاياهم. والفنانين منهم إحنا معاهم لحتى هنا بنعملهم معارض، بنحاول نعرف المجتمع فيهم كناس يعني على قدم المساواة مثلهم مثل الفنانين والناس اللي ما في عندهم إعاقة. فالفن بيكسر حواجز، الفن بيفتح آفاق كمان. أنا بشكر حضرتك جدا يا أستاذة سهى على تواجد معنا. أستاذة سهى الخفش مؤسسة ومديرة تنفيذية لمؤسسة فن من القلب، شكرا جزيلا. وأنا معي وعد من الأستاذة شيماء إن محمد حيعزف لنا في الآخر كما قالت مقطوعة خاصة ليا لموسيقارنا الكبير عمر خيرت، لكن معي حالات أخرى ولكل حالة تجربة ولكل حالة تنتمي لدولة مختلفة، وأعتقد خصوصية كل تجربة تختلف من مكان إلى آخر. أستاذة إيمان رمال هي لبنانية متواجدة في قطر، إيمان كفيفة منذ الولادة، هي الآن تعمل في مركز النور للمكفوفين في الدوحة وأخصائية للتدريب على طريقة برايل للقراءة الخاصة بالمكفوفين. أستاذة إيمان أهلا وسهلا بحضرتك، منورانا في نقطة حوار. عايز أسمع أكثر عن تجربة حضرتك أنت سواء في بلدك الأم أو في قطر، الصعوبات التي واجهتك حتى تتوجهي للتخصص في خدمة من هو لديه ذات الإعاقة تقريبا وفقا لمكان عمل حضرتك. نعم، يعطيكم ألف عافية، وبشكر البي بي سي على إلقاء الضوء طبعاً على قضايا الإعاقة، وطبعاً استضافة أشخاص من إعاقات مختلفة. طبعاً أنا كفيفة منذ الولادة، درست بلبنان بمدارس خاصة بالمكفوفين، وطبعاً درست تخصصات جامعية عدة،
درست طبعا بالجامعة الأمريكية بكالوريوس باللغة الإنجليزية، وبالجامعة اللبنانية درست علم نفس، إجازة بعلم النفس وإجازة بالعلوم السياسية والإدارية. طبعا أكيد أنا إذا بدي أقارن الصعوبات اللي عشتها بلبنان وهلأ بعملي، طبعا أنا عشت صعوبات بلبنان. يعني نحن طبعا لما كنا طلاب بالمدرسة ما كان في عنا أي تسهيلات، يعني كان بس عندنا كتب برايل، ما كان عندنا تقنيات مساعدة لنا كذوي إعاقة بصرية. وحتى بالجامعة، يعني أنا دراستي الجامعية كلها كانت عبر إما عبر تسجيل المتطوعين الكتب لإلي على الكاسيت، أو أنا كنت سجل محاضرات بالجامعة واسمعها واكتب نوتس على البريل على البيركنز. ما بس كان في حضرتك أي سمعتي ما قاله لي أستاذ خالد الإعلامي السعودي، هو تقريبا لديه ذات الإعاقة يعني بشكل أو بآخر، إعاقة بصرية أيضا، وهو كان يتحدث إن الكتب دي مش متوفرة تقريبا، وبالتالي القدرة على تطوير نفسك شديد الصعوبة في العالم العربي. نعم أكيد لما أنا كنت بلبنان أكيد ما كانت الكتب، يعني كانوا يوفروا لنا المواد العلمية، يمكن كتب مطبوعة، والمواد الأدبية كلها على أشرطة كاسيت كانت تكون. وأنا مثل ما ذكرت إنه أنا حتى دراستي الجامعية كلها كانت على كاسيت، ما كان في معي ولا كتاب برايل، ما كان عندي برايل. أنا كنت أكتب أنا المحاضرات اللي أخذها بالصف، سجلها بالدكاترة، وفضلا عن ذلك بعض الدكاترة بالجامعة ما بيسمحوا بالتسجيل، يعني كنا نعاني، يعني في دكاترة ما بيحبوا إنه نسجل صوتهم، ما كانوا يقدروا إنه قديش نحن بمقاس أمس الحاجة إنه نسجل محاضرات ناخذ نوتس ونقدر ندرس وننجح بالامتحان. يعني هذا دلوقتي كمان تحدي. التكنولوجيا هل جعلت الأمر أكثر سهولة يا أستاذة إيمان؟ التكنولوجيا الجديدة. طبعا أنا طبعا انا كمان اشتغلت بلبنان، يعني اشتغلت بعده مجالات، وكنت ناشطه بمجال قضايا الاعاقه، واشتغلت بالترجمه. طبعا كنت اعاني وكنت اعتمد كثير على المتطوعين، يعني ما كنت انا اقدر ان يكون عندي الكتاب واقراه باستقلاليه بسبب عدم توفر التكنولوجيا. وحتى يعني اذا بدي اطبع كنت بدي اطبع على كمبيوتر، ما في برنامج ناطق، بدي اكون حافظه الحروف ولازم حدا يقرا لي ولازم حدا يراجع من يعني يراجع لي الاشياء قبل ما اسلم شغلي. هلا طبعا لما انتقلت لدولة قطر بال2005 بعد ما خلصت جامعة تغيرت الأمور كلياً. فطبعاً دولة قطر أكيد بتأمن وسائل التكنولوجيا المساعدة للطلاب أو للموظفين، وما بتفرق بين مقيم ومواطن، يعني المعاق بصريا على قدم المساواة بين، هو ما في دي فرق نقطة بين مهمة جدا، إنه التكنولوجيا يمكن أن تفتح لحضرتك مجال كما تفضلت يا أستاذة إيمان. جزء أيضا من الموضوع هو تقبل المجتمع لذوي الإعاقة والتكيف معهم واحتضانهم كذلك. أتصور أحيانا يكون الأمر هذا سهل، أحيانا يكون في مجتمعات أخرى أصعب. أنا أدعو حضرتك أن أنت تبقي معي، لأن أريد أن أذهب إلى الكويت، من هناك الأستاذ سلمان الحربي في انتظارنا، أطلنا عليه الانتظار، وأريد أن أرحب به وأرحب بابنه داود كذلك. داود عمره 28 سنة، وهو الآخر لديه إعاقة حركية وذهنية كذلك. أستاذ سلمان أهلا وسهلا بحضرتك، منورنا، وداود كذلك منورنا في نقطة حوار، وسعداء بوجودكم معانا. احكي لي أكتر عن طبيعة إعاقة داوود والصعوبات اللي حضرتك واجهتها منذ أن كان طفلا. شكرا للبي بي سي. أهلا بك. داوود ولد بالإعاقة بسبب خطأ طبي في أثناء التوليد، الله يلعب داوود زين، وسبب نقص الأكسجين عند التوليد. إذا تسمح لي أقلم الإجابة على سؤالك مع الأمور اللي تكلموا عن تطرقوا عليها الضيوف الكرام، طبعا إن أول مرحلة وأول أصعب مرحلة إن إحنا ما كنا نعرف إن هذا ضمور في الدماغ اللي سبب إعاقة حركية و ذهنية، والنطق والكلام صعب جدا. بس داود بعد شوي راح يقول لك جملة مفيدة إن شاء الله، لا ننسى أستاذ محمد زين. بعدين المرحلة الثانية إنك أنت تبتدي لما تكتشف إن عندك مشكلة فعلية، إنك أنت تبتدي تحاول بشتى الطرق تجد الحلول اللي تقدر عليها
بالموارد المتاحة لك، تسافر يمين يسار تشوف. والمرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاستقرار، أنك أنت تكون متقبل المحدوديات الموجودة وتستفيد منها، زي ما الأخت قبل شيء قالت أنها تحولها إلى أمكانات، فتحول تبتعد عن المحدوديات وتبتدي تفكر. يعني أنا أسوي مثال، داود يحب يأخذ الميكروفون ويغني أغاني كاروكي بالقدر المستطاع، زي بس هو ده بيتطلب دعم من الدولة، دعم من الشخص نفسه، وأعتقد دعم من المجتمع كذلك. أستاذ سلمان، هل ده متوفر؟ الدولة تساعد، أول شيء تعطي راتب. دولة الكويت لأنها دولة صغيرة وعندها موارد نفطية، فتعطي راتب لكل معاقين الكويتيين وتمشيها راتب شهري. كذلك تعطي التعليم مجاني لحد 21 سنة في مدارس خاصة تكلف الوحدة تقريباً $20,000 بالسنة. ويعني في تسهيلات أخرى في إجراءات الأمور في الدولة، ولكن يعني هذا نقول إحنا ثلاث أرباع الكاسة المية مليان وباقي ربع فاضي، يعني تقريبا ان شاء الله. طيب انا بس قبل ما اسيب حضرتك واروح لضيفتي تاليا سريعا جدا، انا متشوق ان انا اسمع جمله داوود. قلت لي في جمله كامله، خليه يقولها لنا. هو راح يردد وراي واحده واحده. يلا داوود، يلا جاهز. بسمي الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي دولة يرددها داود بلغته الخاصة. ولا حبيبي، ما شاء الله ما شاء الله عليه. أستاذ سلمان ربنا يخليه لك، يطمح انك انت تنشرها في البي بي سي لانه يحب يسمع صوتها للآخرين. ربنا يخليه ويبارك فيه لحضرتك، وده ربما ينقلنا لضيفتي التالية من القاهرة. ضيفتي تجربتها الشخصية صنعت منها تجربة مهنية، بعد ذلك أصبحت خبيرة في علم التربية الخاص، وأيضا شريك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. رحبوا معي بضيفتي الدكتورة سهير عبد الحفيظ عبر الأقمار الاصطناعية من القاهرة. دكتورة سهير، أهلا وسهلا بحضرتك، منورانا عزيزتي. أعلم أن لدى حضرتك ابنان من ذوي الإعاقة، وهذه الحالة هي التي دفعتك لهذا التخصص، اخبريني أكثر أرجوك. اسمح لي قبل يعني الحديث عن تجربتي الشخصية، تحية واجبة لشركائي في هذه الحلقة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، الذين استمتعت فعلا بمتابعة حكاياتهم. تحية واجبة أيضا لبي بي سي ونقطة حوار في أنهم جعلوا الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم هم البداية، ونسمع منهم تجاربهم الخاصة. بالنسبة لي، يعني شرفني الله سبحانه وتعالى بأنني أكون أما لاثنين من ضعاف السمع، الذين يعتبرهم كثيرون من النماذج الرائدة على مستوى الوطن العربي الحمد لله. أحمد بكالوريوس فنون تطبيقية وأنهى تعليمه الجامعي وبيعمل صانع أفلام محترف، وكان مدير تصوير سينمائي في شركة كبرى. كريم أيضا من ضعاف السمع وبكالوريوس علوم حاسب أنهى تعليمه الجامعي، ويعمل كمتطوع في إحدى الشركات المؤسسات ذات المؤسسات المجتمع المدني في البرمجة وخدمات الكمبيوتر. بدأت شخصيا، هم كانوا غيروا حياتي بشكل كبير جدا، تغيير نوعي، فتحولت من سيدة يعني جالسة في المنزل حاصلة على ليسانس تربية وقتها، إلى باحثة تبحث عن أفضل الطرق بالنسبة لأطفالها وربما لآخرين. فكان بداية الماجستير بعد دخول أحمد الجامعة. الحمد لله ربنا أكرمني بالدكتوراه في تخصص نادر عن بناء التواصل مع الأطفال ذوي الإعاقة السمع بصرية. بس رحلة مش سهلة أتصور يا دكتورة سهير، يعني واضح أن ما تقوليه ونحن نقفز من نقطة إلى أخرى سريعا لضيق الوقت، لكن أفهم جيدا أن هي رحلة تكاد تكون مستحيلة. أبرز الصعوبات التي واجهتيها خلالها؟ لو اتكلمت عن أبرز الصعوبات، أظن أن الصعوبات دي بدأت يعني بعضها يحل حاليا.
القوانين والتشريعات. طبعا احنا انا ابني الكبير عنده 36 سنة، وبالتالي كان يعني في تغيير كبير في الاتفاقيات والقوانين الدولية بعد صدور الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فالقوانين لم تكن تسمح بدخولهم مدارس السامعين، المدارس العامة. أدعي أننا طبقنا الدمج بشكل سري، كانوا أطفالي أو أولادي بيدرسوا مناهج السامعين لكن في المنزل وبيؤدوا الامتحان، وكأننا كنا نتخفى حتى لا يتم تحويلهم من مدارس السامعين. دي كانت صعوبة شديدة، عدم وجود إتاحة وتيسيرات في وقتها في يعني التواصل، طرق التواصل، التدخل. يعني يكفي أن أبي رحمه الله كان يعني يرحل بأحمد برحلة ونحن مقيمين في إحدى في مدينة من مدن الدلتا، تستغرق وقت يعني تستمر من يمكن ساعات الصباح الأولى ويعودني في المساء لأجل جلسة من جلسات التخاطب. الأوضاع تغيرت، اضطريت أن أنا أتعلم حاجات كتير جدا علشان أكون أنا المناصر والمساعد لأطفالي، مش أنا بس لكن أسرة كاملة وممتدة كانوا شركاء لينا في هذا الأمر ومع والدهم. طبعا اضطرينا احنا نحول البيت لمدرسة ونحاول ان احنا نقدم لهم المناهج بطرق تناسب ادراكهم وقتها وتواصلهم. بعد كده لاحقا عملنا زراعه قوقعه، ويعني اتعلمت حاجات كتير جدا في الرحله دي اللي خلتني اتشرف باني اكون شريك في تمكين الاشخاص ذوي الاعاقه واسرهم. يعني حضرتك حولت التجربه الشخصيه دكتوره سهير لمساعده الاخرين. انت ذكرتي لي ان القوانين تغيرت وده شيء ايجابي من بدايه رحلتك الطويله. المجتمع كمان اتغير تعتقدي ولا لسه ما اتغيرش في تقبل هؤلاء؟ في بص حضرتك، انا يعني قبل ما اجي كنت بحاول احضر نفسي يعني، وبعدين لقيتني بسال نفسي للمشاهدين وللجميع إجابة السؤال ده كل واحد فينا هيجاوبها عليها حسب إدراكاته هو. هل أنا بدي الفرصة للأشخاص الصم مثلا لو قابلتهم في الشارع إن هم يعبروا عن نفسهم وأنصت لهم وأحاول أفهمهم وأتواصل معهم؟ هل لو قابلني هل أنا بسمح لطفلي أنه يتشارك مع طفل من ذوي الإعاقة في حمام السباحة أو في النادي أو يلعب معاه أو حتى بقبل بوجوده في المدرسة؟ إذا كان كل واحد فينا هو اللي بيملك الإجابة على دي، هو اللي يقول أن المجتمع اتغير ولا لا. لكن بشكل عام الأشخاص ذوي الإعاقة في حياتهم بدأ ولادنا يحسوا أن التنمر أقل إلى درجة كبيرة. بعد ما كان ابني هو صغير بيتريقوا على طريقته في الكلام، لا بعد كده لما بقى في شركة معينة بدأوا يحطوا له زي سبورة علشان يتواصلوا معاه بالكتابة أحيانا. بدأ كثيرون يدركون حاجتهم إلى التواصل بطرق تختلف عن ما يسمعه أو ما يستخدمه السامعون، وبالتالي يمكن بقى في بعض التقبل للاحتياجات. ولكن ما زالت لدينا مشكلات خاصة ب يعني بعض الإدراكات، وعذرا يعني إن أنا أقول ما يتبناه الإعلام أحيانا في صورة الشخص ذي الإعاقة، إما البطل اللي صادف تحديات كثيرة وتغلب عليها أو ذي القدرات المتدنية جدا اللي إحنا يعني نطبطب عليه وبنعتبره يعني ولي، وما زالت النظرة دي صحيح موجودة. صحيح، يعني طرفين نقيض أو كما يقال بالإنجليزية two extremes، يعني ولا يتعامل مع شخص ذو الإعاقة على أنه شخص طبيعي يعني زي وزي حضرتك. أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا يا دكتورة سهير. صغيرة معلش سريعا جدا اتفضلي. سريعا جدا اتفضلي يا دكتور. يعني مصطلح ذوي الهمم وذوي التحدي هم أنفسهم يقولون لسنا أصحاب تحدي ولا نرغب أن نكون. صحيح. يعني أرجو أن نعترف بالإعاقة كاختلاف طبعا يتطلب ويفرض تيسيرات وإتاحات واجبة على المجتمع، وليس نعم مجرد وصمة نحاول أن نداريها وندعي بأنهم أصحاب همم وأصحاب تحدي. كل البشر أصحاب همم في مرحلة من مراحلهم، وكل البشر
أصحاب تحدي. دكتورة سهير أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا حقيقة شرفتينا. دكتور سهير عبد الحفيظ الخبيرة في علم التربية الخاص وشريك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي تكبدت مشقة كبيرة جدا ذهابا وإيابا من محل الكوبرا وصولا إلى مكتبنا في القاهرة، شرفتينا وتحية لأبناء حضرتك. لكن أنا معايا وعد قبل نهاية البرنامج، محمد أستاذ شيماء وابنها محمد وعدونا أن يعزفوا لنا مقطوعة خاصة. أستاذ شيماء أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية، وخليني ممكن أحكي مع محمد بعد إذنك. محمد كيفك؟ إزيك؟ شلونك؟ زين. كويس كويس؟ أنت إزيك عامل إيه؟ أنا الحمد لله. هو المصري. هو بيحكي مصري. أنا بحاول أحكي عراقي هو بيحاول يحكي مصري. هتعزف لنا إيه النهاردة يا محمد؟ شو اسمك؟ محمد. يريد يعرف شنو اسمك؟ محمد. محمد اسمه محمد. زيك محمد. محمد يلا اعزف لنا شيء وحسيب يعني نهاية البرنامج. نهاية البرنامج هتكون مع محمد وعزفه الجميل. نهاية نقطة حوار هيتواصل إذاعيا بعد قليل، لكن نسمع محمد قبل ما نسيبكم. سلام، تفضل يا محمد. أني اسمي محمد المصطفى بسار. أني اليوم راح أعزف لكم بيتهوفن مع السيمفونية التاسعة، وراح أعزف لكم بليفار. لا عمر خيرت. وراح أعزف لكم عمر خيرت.